معروفين. هذه الثقافة اللي أعمارها يعني تنتمي إلى عمر قديم جدا. طارقي هم اللي متمسكين به، يعني هم الصناعين، هم الحرفيين، هم بالنسبة للحديد، هم بالنسبة للجلد، هم كل الصناعة التقليدية الثقافية هم المتمسكين بهذه الثقافة. إفريقيا عندها ثقافات قوية. الشعب الطارقي هو من الشعوب حاليا اللي لحد الآن متمسكين عن ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم.